موجز الأخبار من رؤيا، أهلا بكم. أقرت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية عقوبات تأديبية بحق طلبة تسببوا بمشاجرة وقعت في الجامعة خلال الشهر الماضي. معكم راشد ربابعة مذيع أخبار وطالب في قسم الإعلام في جامعة جدارة الأردنية. بدأت مسيرتي عندما كنت يعني خلينا نحكي متشوق في عالم الصوت. عالم الصوت كان كثير يأخذني بما أنه حياتي كلها بتعتمد على الصوت. دائما كنت زمان وأنا صغير أسمع كثير الإذاعات وكثير بحب شيء اسمه راديو ومعظم وقتي عليه. فكبر هذا الموضوع وتأثرت بالمعلقين الصوت بالمذيعين الكبار وظليت على أساس أنه يا مذيع يا مهندس صوت. وبعد ما خلصت دراسة التوجيه طبعا دخلت على الجامعة ودرست تخصص الإعلام. عمره ما في شخص كفيف طلع على الشاشة أنه يقدم موجز أخبار. طلعنا على الشاشة في أحد المؤسسات الإعلامية اللي بوجه لها كل الحب والاحترام والتقدير. قدمنا مواجز إخبارية وشافتني الناس وكثير كانت التجربة جدا رائعة وأثبتت لي أنه يعني ما في مستحيل، بالعكس يعني دائما كنت أحكي أنه يا بتزبط يا بتزبط، رغم أنه في معاناة كثير أثناء تحويل الموجز أو النشرة لطريقة بريل. كثير المعاناة وكثير صعبة والموضوع أبدا مش سهل، بس أنا المتعة كانت أنه أتحدى بالموجز. الموجز لما يوصلني كان لما بدي أكتبه أنا على إيدي راح يأخذ مني وقت، ولما يكون أنا عندي موجز على رأس الساعة ما راح أطلع أحكي للمستمع أو للمشاهد بعد إذنك أنه أنا لسه مش مجهز الموجز. فهون كان التحدي أنه أنا كنت أكتبه وأحفظه بنفس الوقت، وأثبتت الحمد لله أنه أنا بقدر. يعني كنت أنبسط لما أجهز الموجز وأطلع فيه. صحيح أنا جهزته بجوز بسرعة وبوقت قياسي، لكن أنا كثير مبسوط أنه هذا بيخليني أنا أعرف شو قدراتي، بيخليني أعرف شو مهاراتي. فهنا لذة الإبداع، هنا التحدي. موجز الأخبار، أهلا بكم. أقرت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية عقوبات تأديبية بحق طلاب تسببوا بمشاجرة وقعت في الجامعة خلال الشهر الماضي. اليوم بدنا نوجه أكثر من رسالة. الرسالة الأولى لأصحاب الشركات والمجتمع تحديدا وأصحاب المهن، أنه إذا أنا شخص كفيف أو عندي إعاقة هذا لا يعني أنه أنا راح أقصر بالشغل عندك. أعطيني فرصة، جربني، طيب شوف أنت شو النتيجة وأحكم. إحنا بنقدر، لكن إحنا بحاجة إلى فرص وبحاجة إلى تهيئة إمكانات، بإذن إمكانات تكون موجودة. المجتمع لازم يكون داعم اليوم، وأنا باعتقادي مجتمعنا واعي وبيعرف، بس المجتمع اليوم هو بحقه أنه يتساءل، لأنه أصحاب اللي بيمتلكوا خلينا نحكي الفرص هاي اليوم هم اللي مانعينها. يعني مش معطين الأشخاص اللي عندهم إعاقات هاي الفرص، فحق المجتمع أنه يسأل، حق المجتمع أنه يعرف. فإحنا إن شاء الله أنه نقدر أنه نأخذ فرص أكثر، وإن شاء الله أنه نقدر نحقق المزيد من النجاحات والإنجازات. ودائما بحكي أنه إحنا بنقدر. أنا أبدا يعني ما كنت أخاف، وبالعكس كنت أجرب وكثير فشلت وكثير، يعني كانت تصير معي شغلات أنه لا مش لازم أنها تكون هيك. بس دائما الإنسان إذا ما بجرب وبغلط ما بتعلم، فإيش طبيعي أنه أنا أتعلم وإيش طبيعي أنه أنا أغلط مرة ومرتين وثلاث وأربعة وخمس حتى أوصل لهدف اللي بدي إياه. بالعكس، عندك هدف امشي عليه. أكثر إشي كان خيفني موضوع الرفض، إنه أنا أنرفض سواء من المجتمع أو من المؤسسات، لأنه يعني أنا بقدر وبعرف ومؤهل، ممكن أكون مؤهل مهاريا وعندي كل إشي، بس لأنه أنت مثلا عندك إعاقة الفلانية أنت لا ما بزبط، فلا تحكم عليه. فهو موضوع الرفض إنه أنا شو راح الناس تحكي. الحمد لله الناس كانت آراءها كثير ممتازة وكثير حلوة، وهذا الإشي كثير أسعدني. والأهم من هيك إنه كمان أنا وصلت للإشي اللي بدي إياه. فبصفي موضوع اليوم، موضوع الفرص، موضوع المؤسسات إنها تستقطبنا وإنها تأخذنا وتكون إلنا مكان فيها. يعني مش غلط إنه أنت كصاحب قناة أو مكان يكون عندك مذيع أخبار عنده الإعاقة الفلانية. أنا رسمت ببالي أو حطيت ببالي أنه بدي مذيع أخبار أو في مجال الإذاعة أو الصوت بشكل عام، والحلو بالموضوع والأهم أني وصلت، بغض النظر كيف كانت الطريقة، بس أنه أنا وصلت للإشي اللي بدي إياه.